أصبح مواكبة هذه التكنولوجيا القانونية جزء لا يتجزأ من اللي حصل من تحولات رقمية على مستوى القطاعات المتعددة. وده هياخدني لنقطة مهمة جدا، هو التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي بيعمل إيه في التحولات الرقمية القانونية؟ يعني هل يا ترى الذكاء الاصطناعي كمان الـ Artificial Intelligence دخل في مجال التحولات الرقمية القانونية؟ ويعني إيه أصلا؟ طبعا ما ينفعش ان انا يبقى معانا اسلام نزار ماجستير في عامل بحث الماجستير بتاعه في الجامعه البريطانيه في الذكاء الاصطناعي في الماجستير التحقيق الجنائي الرقمي، ما ينفعش ان انا الذكاء الاصطناعي يعدي علينا كده وما اسالش اسلام بيه نزار عليه يعني ايه ذكاء اصطناعي اسلام بيه. أولا، فكرة الذكاء الاصطناعي ببساطة شديدة هو بدأت من الخمسينات، يعني من خمسينات القرن اللي فات، مع عالم اسمه ألان تورينج. ألان تورينج هو أول حد فكر في فكرة الذكاء الاصطناعي، إنه إزاي تقدر تخلي الكمبيوتر أو الآلة تفكر زي الإنسان. فالذكاء الاصطناعي باختصار شديد هو إنك تحاول تخلي الآلة أو البرنامج يفكر ويتصرف بشكل ينطوي على قدر من الذكاء الإنساني. أنت بتضفي على الآلة قدر من الذكاء، فيبقى في كمبيوتر بدل ما هو كمبيوتر عادي، لا قادر يتخذ قرار. يمكن من ليه طبعا اشكال، في ذكاء اصطناعي بسيط، في متوسط، في الادفانسد العالي او السوبر انتليجنس. لكن احنا هنتكلم في الحاجات اليوميه اللي احنا بنشوفها بشكل يومي. يعني ابسط حاجه، المنشن والتاج اللي بيظهر بمجرد ما بتنزل صورتك، فهو يقدر يتعرف على الصوره على مواقع السوشيال ميديا. فكره العربيات بتاعه تسلا، السيلف درايفنج، الذكاء الاصطناعي بقى داخل في حاجات كتيره في حياتنا بشكل يومي، شبه يومي فعلا. انت الابلكيشنز بتاعه السوشيال ميديا كلها قايمه على افكار الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بقى موجود في حياتنا بشكل كبير، حتى لو كنا احنا مش مدركين ده. في ثلاجات واجهزه منزليه النهارده بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، يعني الثلاجه بتدي اليرت معين ان في حاجه عندها، فتبدا حاجه عندها ناقصه، فتبدا انت تبعت المسج او تبعت الاليرت ده للسوبر ماركت، فالسوبر ماركت يبعت لك الحاجه على البيت. فالموضوع عميق جدا. لكن علشان نتكلم فيه بقى في مجال الصناعه القانونيه، هو طبعا ليه ابعاد كتير جدا، وليه نقاط ممكن نتكلم فيها عن المسؤوليه المدنيه الناشئه عن الذكاء الاصطناعي، والمسؤوليه الجنائيه الناشئه عن الذكاء الاصطناعي. ولكن استخدام الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا في الصناعه القانونيه يفيدك فيها عمرو بيواجه اكتر من اي حد، يعني في النقطه دي الجزء الخاص بقى بالصناعه القانونيه، لا عمرو بيواجه يقول لك فيها اكتر مني. كالعاده اسلام بيباصي الكره في ملعبي ببراعه شديده جدا. لكن خليني اقول استاذنا عمرو بيه طاير بارع جدا في الموضوع ده. شوفوا يا جماعه، عشان نبدا نتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي في صناعتنا القانونيه، لازم نعرف الاول يعني ايه الذكاء الاصطناعي. ده معناه ايه باختصار وبدون فلسفه وبدون ما ندخل في نظريات وتاريخ؟ الذكاء الاصطناعي ببساطه هو تجسيد عقل البني ادم على اساس يعمل ايه؟ يفهم، يقرا، يعالج، ياخد قرارات بالنيابه بدل منه. هي ده كده ببساطه شديده جدا وبدون لف ودوران. انا بجسد علم الاله، الله الله، يعني كمبيوتر بي. عشان كده ظهرت بقى الافكار اللي بتقول لا ده احنا المحامين ومنظمه الانوروا بتتكلم وبتقول ان لا ده في وظائف قانونيه في على 2030 هيحصل تنقرض. لا، الموضوع مش كده. الصناعه القانونيه عندنا ما ظهر الارتفيشال انتليجنس ببساطه، هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ انا كمحامي قانوني وانت كمحامي قانوني بصراحه احنا مقدرين وقتك ومجهودك وخبرتك الكبيره، وعارفين قد ايه انت مكلف ومضلع ويكون في اتعابك. فلذلك احنا عايزينك تنشغل وتدخل بس فقط في الاعمال اللي تستاهل، واللي انا اكون محتاج فيها عقل محامي ومحتاج فيها مهني حقيقي.
مش محتاجة في حاجات عادية جدا، ممكن حاجات ناس ثانية يعملوها. فمن هنا بدأت التطورات تحصل بالفكرة دي، إن أنا عايز أقلل التكلفة ومش عايز أدفع فواتير كتيرة ومبالغ كبيرة للمحامين، وأنا بدفع لهم أتعبهم على أساس إن أعرف درجة من المبالغ دي بتاعي ولا كده، إن هو هيدفع لي والله أنا وقتي كذا وساعتي من المبلغ الفلاني، لا فيشتغل بالشكل ده. طيب لما بقت طب اشكاله ايه وليه هي بقى مهمه بقى موضوع فكره بقى اللي كان بتاع التطبيقات ايه؟ انا في تطبيقين انا بمارسهم شخصيا في حياتي عملي القانوني وياما اتكلمت عليهم بشكل واحد، هم بيسموه اللي هو الدردشه الاليه او اللي بيسموها ليجل شات بوت، اللي هو ايه؟ كم مره انت في مكتبك او في شركتك او في ادارتك القانونيه جالك اسئله ياما انت جاوبت عليها وسالتها ورديت عليها وبالنسبه لك اسئله كل مره لما تشوفها بتاخد وقت مجهود وتضطر تديها لحد اقل منك عشان يشتغل عليها. الدردشه الاليه ده برنامج على الكمبيوتر بتتم تظبيطه تحط كل الاسئله اللي ممكن تكون وردت لك في خلال ال 10 15 سنه فيما يتعلق مثلا بقانون العمل او فيما يتعلق بالاستثمار في مصر باشكال الشركات بالمتطلبات الترخيص. فبدل ما كل شويه تقعد لو سمحت انا عايز اسس شركه فهيقول لك والله وفقا للقانون وفقا لكل الاستثمار والخير قانون الاستثمار، لا كل الكلام ده بيبقى موجود بيقول له ارجع فبظبط الكمبيوتر بتاعي بالاسئله دي باستمرار ويدخل عليها الموكل بتاعي او العميل او زميلي اللي في الشركه يقدر يتعامل بالموضوع ده يسال اسئلته ويرد عليه مباشره الردود اللي انا ببقى مجهزها مثلها كذا سؤال. دي طريقه، طريقه ثانيه في وثائق احنا بنستخدمها بشكل دوري باستمرار وكل شويه بتضطر نعدلها ولو حد تاني لعب فيها او عدلها بياخد منك وقت، فانت بتظبط هذه الوثائق بشكل والعقود بنماذج ثابته وبتحطها على الشات بوت بحيث تقول له والله انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اعمل عقد ايجار، انا عايز اعمل اتفاقيه عدم افشاء اسرار، انا عايز اعمل تيرم شيت وثيقه شروط معينه عشان انا داخل في صفقه. فهيقول لك اه اتفضل. طب هيبدا يسالك انت مين؟ في اي بلد؟ جنسيتك؟ تبدا امتى؟ انا كمستخدم نهائي بقى او موكل او عميل او زميلي في الشركه يبدا يدخل هذه العمليات. كل ده انا فين بقى كقانوني؟ انا مش موجود في المشهد خالص، انا برمجت وفهمت وعلمت الاله عشان تقوم بالحاجات دي. اذا في مستوى هو تعليم الاله هو اللي هو اللي حصل دلوقتي. انا قلت لك بيجي لي سؤال بشكل كذا اديله الاجابه بالشكل الفلاني. لما حد يطلب منك عقد بيع او عقد ايجار يحصل كده، تقول لي يا عمرو الكلام ده مش موجود في مصر وانت بتتكلم مع الفاضي، يقول لك لا انا افوجئت ان احد الشركات الناشئه في مصر موجوده وبتقدم هذه الخدمه واسمها الافوكاتو كمان. عفوا مش الافوكاتو اللي عايز اعملها دكتور، اسمها الكونتراتو. الكونتراتو دوت كوم دي احد مثلا الخدمات اللي موجوده، ادخل وشوف عليها اكتب لك اي عقد انت عايزه، بقول لك حدد العقد اللي انت عايزه وشكله عامل ونوعه وحط التفاصيل، هتشتري سياره، هتأجر شقه، هتشتري عربيه، هتشتري فيلا. قاعدين يطوروا في البرودكت بتاعتهم بشكل كبير جدا وانت مش محتمل معايا انا شخصيا، انا مش موجود في المشهد خالص، انا ممكن اظهر بعدين او ما اظهرش اصلا خالص لان انا القعد بتاعي ثابت وموجود. طب ده تطبيق. في تطبيق ثاني اللي هو بنسميه احنا الاوتوميشن، ان انا بمسك عقد معين وارتبه بشكل طبيعي. انا بقى كل شويه هيجي لي عايزين يعملوا وكاله في اليوم نموذج الوكاله وده ارتب كل النماذج دي وخليهم دايما العقد موجود في الشركه بتاعتي بتاعتي لو هتطبق في لندن هتخلوا غيروا الكونسيبت ده ومشين مواد دي هتختفي في تجربه ثانيه. انت متخيلين انت حياتك بتبقى احسن ازاي؟ كل عمري دي حاجات ما بتطبقش عندنا، اقول لك انا ما بشوفهاش بتطبق باللغه العربيه بالنسبه يعني مستوى اتمتة الوثائق، لكن موجوده باللغه الانجليزيه بشكل كبير جدا وليها تطبيقات. لكن تاخد تطبيق تاني مثلا او الثالث موجود حول الموضوع ده، عندك تطبيق متعلق مثلا انا بحبه جدا ونفسي امارسه بس ما مارستوش لحد دلوقتي، هو الاي ديسكفري. الاي ديسكفري يا جماعه في مشكله في الصوت؟ لا لا الصوت كده كويس، الصوت كده كويس. في بقى في الاي ديسكفري، الاي ديسكفري ده معناه ايه؟ انا عندي ادوات كتيره او عندي ملفات كتيره او
عندي مثلا قضيه، انا بحب اضرب المثل ده دايما باستمرار، قضيه مثلا زي قضيه الفارما فيها كاميرات وفيها تفريغ صوتي وفيها رسائل على الواتساب وفيها دعوات على الفيسبوك وفيها منشورات وفيها فانا لما بيجي لي الملف ده كانا محامي انا محتاج يكون عندي فريق ضخم جدا من المحامين عشان يقعدوا يفرغوا كل الادله ويطلعوها ويظبطوها وابدا اشوف ادله الثبوت والاتهام والحاجات اللي موجوده والكلام ده. الاي ديسكفري ما بيعملش كده بقى. الاي ديسكفري ده شغلته ياخد كل حاجه موجوده متعلقه بالملف اللي انت عايز تشتغل عليه فهمتوا، ارفعه على الكمبيوتر، كان بقى اكسل شيت، كان ملف صوتي، كان رساله ضوئيه، كان ملف فيديو، حتى الفيديو واحنا بنتكلم بياخد الترانسكريبت والفولي نوت، كل ده يدخل ملف بي دي اف واحد. ياسر عليا انا بقى كمحامي بعد ما تجمع لي كل الحاجات دي كلها ان انا بقى ايه اقول والله اه طب انا عايز ببعض الكلمات المفتاحيه اقدر اطلع حاجات بشكل دي. في تطبيقات كثيره جدا مش عايز اخد وقت لحضراتكم بشكل كبير، لكن تقدروا ترجعوا على موقع محمود من اجل الرساله، في ورش كامل عقدناها بهذا الموضوع، هذه الموضوعات والتطبيقات المختلفه من الذكاء الاصطناعي والعقد الذكي والسمارت كونتراكت والبلوك تشين، وضربناها بامثله حيه ومباشره. ارجوكم طلعوها هذه الورش على موقع محمود من اجل الرساله، هتلاقوها كامله عشان نقدر نكمل بقيه الافكار. تمام كده يا استاذ.